السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد على قناتنا أردوينو إلى فيزيك. درس اليوم الذي سأتقاسم معكم هو كيفية استيراد معطيات من الويب، يعني من الانترنت، إلى إكسل مباشرة. ربما قد يتساءل البعض ولماذا سأقوم بهذه العملية، وهو أنه بإمكاني أن أقوم بنسخها ولصقها فقط. السبب بسيط جدا، فالمعطيات ربما قد تتغير. مثلا إذا أخذنا مثلا التاريخ والجغرافيا والاجتماعيات، فربما قد تقوم بنسخ معطيات تخص نمو الديموغرافي مثلا لبلد معين في هذه السنة، وتريد أن تستعمل ملف إكسل في السنة المقبلة. ربما قد تتغير هذه المعطيات أو بعد سنوات تتغير، إذن فالاستيراد إلى إكسل سيجعل هذه المعطيات تتغير تلقائيا دون أن تعيد نسخها. مثلا بالنسبة للفيزياء، قد تكون هناك تجارب عن بعد تبت معطيات مثلا في جدول على الانترنت، وهذه التجربة تتغير مع مرور الزمن. الظروف التجريبية قد تتغير، درجة الحرارة، الضغط إلى آخره. إذن معطياتك على إكسل ستحين بتعلمك لهذه الطريقة. لا تنسونا بالاشتراك ومشاركة محتوى القناة إن كان مفيدا. إذن لنبدأ على بركة الله. نفتح إكسل بهذا الشكل، ثم نختار مثلا هاته هنا، نريد أن نضيف المعطيات هنا. إذن نذهب إلى دوني، ثم أبارتير دي ويب نضغط عليها بهذا الشكل. تعطينا هنا هاته النافذة، هنا نضع رابط الموقع الذي تتواجد عليه المعطيات. أنا سأختار موقعين. إذن الموقع الأول هو هذا، يحتوي على مجموعة من المعطيات، هنا جداول معينة. ثم الموقع الثاني قمت بإنشائه فقط لأنني أريد أن أغير هذه المعطيات، وضعت به جدول بسيط جدا مثل هذا. إذن نريد أن نبدأ أولا بالأول. إذن نختار رابطه، ننقله من هنا كوبي، ثم نذهب إلى إكسل، ثم نقوم بلصقه هنا، ثم نضغط على أوكي. إذن ننتظر حتى يتم الاتصال، فيعطينا كل الجداول التي يحتوي عليها الموقع. إذن الجدول الأول سنراه هنا، نومبر دو روبا أو ريستوران إفكتيف إلى آخره. الثاني هو هذا، موضوع الثالث هو هذا. إذن هذو هما التي كانت تتواجد هنا، هو هذا الأول ثم الثاني ثم الثالث. نحن نريد مثلا أن نستورد هذا فقط مثلا، إذن سنختار الثالث. إذن كما قلت سنختار الثالث مثلا، هذا فقط كمثال، ثم نضغط مباشرة على شارجي. إذن كما تلاحظ هنا يتم استيراده، ثم يصبح لدينا، وهذا الذي أمامنا هنا. إذن كما تلاحظ هنا، فيمكن أن تشتغل عليه بكل بساطة، يعني تغير من شكله إلى آخره، تستعمل معطياتي. إذن هذا بالنسبة للأول. إذن سأقوم ب كذلك استيراد الثاني، دوني ابارتيغ دو، بنفس الطريقة لكي ترى بأنه يمكن أن تغير في المعطيات. إذن سننقل رابط الثاني هنا، اختاره هنا كما العادة كما قمنا بالنسبة للأول، ثم نعود إلى إكسل، نضعه هنا، ثم كولي، ثم أوكي. ثم يعطينا الجدول، وهذا مثال واحد جوج ثلاثة أربعة. شارجي، ثم مباشرة نحصل على الجدول. الآن سأقوم بالذهاب لتغييره بطبيعة الحال. إذن فإذا لم يعني يظهر لك شيء من هذا القبيل، يمكن أن تذهب إلى دوني أكتواليزي، هنا أكتواليزي، فيتم تحيين المعطيات. هذا فقط إذا لم تتغير المعطيات. إذا سنذهب لتغيير المعطيات بسرعة. إذا أنا سأدخل إلى الموقع الخاص بي وسأحذف
هاته الأسطر الأولى مثلا، هذا فقط غير من أجله، لأنه إذا تغيرت المعطيات فسيتغير. متر أجور، تنسون الواحدة بأنها تغيرت هنا، أكتواليزي، تغيرت المعطيات هنا، إذا سنعود إلى إكسل ثم سنضغط على أكتواليزي، أكتواليزي تو، لأن هناك اثنين أول وتا والثاني، إذا تلاحظ بأنها قد تغيرت كذلك. إذا هذه الفائدة من يعني يمكن أن تنشئ ملف إكسي وتشتغل به معطياته لسنوات، يعني ما تغيرت المعطيات على الموقع. الآن نفترض أنك مثلا لا تريد مثلا ريستورون أنتظر، يعني تريد فقط أوفري إي كادر مثلا، أو لا تريد كادر مثلا، نفترض أنك لا تريد، فإذا قمت بإزالتها، قمنا بإزالتها بهذا الشكل سوبريمي، وقمنا بأكتواليزي المعطيات، فنلاحظ بأنها تعود من جديد، يعني أن إكسل دائما سيستورد لك كل المعطيات. إذا نحن لا نريد أن تعود هذه، إذا فهي بسيطة جدا، ففقط هنا نختار تابلو، ثم يعني الذي نريد أن نقوم عليه بالتغيير، يعني هذا بالنسبة لنا، ثم أذهب إلى روكيت ثم موديفي، إذا نضغط عليها تظهر لنا هذه، إذا موديفي، إذا قلنا لا نريد كادر، نختارها ثم زر الأيمن ثم سيبريمي، ثم نضغط على فيرمي إيغوشارجي، إذا ستلاحظ بأنها لن تظهر لك من جديد أبدا. إذا هذا بصفة عامة كيفية التعامل مع استيراد المعطيات من الإنترنت وفائدتها وكيفية التحكم فيها. نفس الشيء هنا كذلك بالنسبة للطابلو الثاني بنفس الطريقة، لا أريد مثلا هذه، فقط أمسحها كذلك كما فعلنا قبل قليل، أذهب إلى روكيت موديفي ثم ستظهر، ثم أمسحها سوبريمي ثم شارجي، إذن سأضغط على أكتواليزي، عندما تقوم بأكتواليزي فدائما فقط سيستورد هذه المعطيات التي حددتها هنا. أرجو أن تكون دروسنا تفيدكم وتعتبرونها قيمة مضافة لمعلوماتكم التي لا نبخل في مشاركتها معكم، فلا تبخلوا علينا كذلك بتقاسم محتوى قناتنا وفيديوهاتنا على مجموعاتكم تشجيعا لنا للتعريف بقناتنا، وكذلك من أجل أن نستمر في تقاسم معكم كل جديد وكل معطيات نتعلمها. والسلام عليكم ورحمة الله.